الظلم ما ينجحنا، اللي ينجحنا الحق. يعني هذا نجيها من الأسفل للأعلى، اللي عزمهم ما لوا ديوان ولا لوا قعدة بنصنا، اللي والاهم حالوا حالهم، أما جماجمهم إن شاء الله إلى مزبلة التاريخ. ترجعون شوامخ رجال أبطال. أنا أقول بارك الله بالبطونة شالتكم. في جنوب الموصل قرى مترامية الأطراف قرب القيارة، والتي كانت ولا زالت الجماعات المسلحة تنشط فيها بمختلف تلاوينها وانتماءاتها وحتى بمقدار إجرامها. ففي هكذا بيئة على المرء أن يفكر ألف مرة ومرة قبل أن يقدم على الوقوف بوجه إرهاب داعش الذي سيطر على هذه القرى. ولكن هناك رجال تأبى أن تنام على ضيم الظالمين. حكاية الشيخ الشهيد فارس السبعاوي هي حكاية شجاعة وحكاية وطن. تأسس الشيخ فارس وحده وأولاده، وبدأ يكون من جيبه الخاص، ومن يعني كافح من أجل أنه يحرر القرى جنوب الموصل، وبدأ يأسس القوة أنها تكون تقاتل داعش والمجرمين اللي يمشون ويا داعش. فبدأ يأسس الحشد، وبدأوا اللي المقاتلين الشرفاء من أبناء الموصل اللي توافدوا يعني بشكل مو طبيعي من سمعوا بتأسيس الحشد بجنوب الموصل بال 2014 الشهر الثامن. بدينا بتأسيس الحشد، وبدأ من بندقية واحدة اللي هي كانت بيد الشيخ، وبدأ يشتري ويشتري ويشتري بكل ما يعني أوتي من مال وقوة وعزيمة يعني قدمها لتأسيس هذا الحشد، وغايته أنه يحرر القرى وجنوب الموصل. ومسيرته كانت للموصل، يعني هي الهدف ماله كان أنه يقضي على داعش بالموصل بالكامل. وبدينا نأسس الحشد، فمرحلة بعد مرحلة اشترى عجلات، اشترى دوشكات، اشترى ما خلى أسلاح ما جابوا يقدموا لهذا الحشد، ومن ماله الخاص يعني ما كان أي دعم يعني من قبل الحكومة، أو كان يقدمنا الدعم أصدقائنا من الإقليم وأصدقائنا من مكانات يعني خلنا نقول بالحكومة من جيبهم الخاص. الحد ما يعني صدر كتاب من الحكومة المركزية برواتب الحشد، وبدأوا بالدعم اللي خلنا نقول مباشر من قبل الحكومة المركزية. قدمنا وأخذنا قرى مساندة قوات البيشمركة، وأخذنا طلعنا المنتسبين وطلعنا المقاتلين ويانا، وطلعنا العوائل من داخل القرى اللي كان محاصرها داعش، وانسحبنا باتجاه مخمور، وبدأ بتأسيس يعني خلنا نقول قوة قتالية الظاهر قوة داعش اللي هي كانت يعني بأعتى قوتها يعني موجودة بهذا المكان، وقدرنا نكسرها. يعني يقول أهم شيء ولدي أنت كلكم بالحشد، ما أريد أي واحد بالبيت. وأثناء المعركة أول ما بدينا على معركة النصر أنا كنت وياه أول ما استشهد، أخذنا النصر بالكامل. هم كانوا مخليله يعني قناصين، يعني يقولوا لهم أهم شيء الشيخ، أي قيادي جمو أي عسكري ما لكم شغلة بس بالشيخ. أخذناها كامل، ضربوا يعني قناصين اثنين علي على الشيخ، فاستشهد الشيخ. وإن شاء الله إحنا نظل يعني بطريق أبوي لا آخر واحد بينا، نظل نقاتلهم هذول الخوارج يعني لان حيل ظلموا. هو أمشي كان جنوب الموصل يأخذها، والموصل يقول ولدي العوال دهق يعني شون جوعانة يعني ميت من الجوع، كانوا يظلمون الناس حيل. فإن شاء الله الظلم ما يدوم، وإن شاء الله نظل وراهم آخر واحد بينا إن شاء الله يقاتلهم. عدنا جنود إن شاء الله أبطال، وإن شاء الله كنا أنهاج أبوي. كان يوصينا الالتزام بالحشد، والأهم شيء تبعدون الظلم عن المظلومين، تنقذون العوائل. هذه واحدة كان يفكر بيها، أهم النقطة العوائل. يعني كان ننطي خسائر إحنا بس يقول أهم شيء العوائل تطلع سالمة. وكان يفكر إنه ينقذ العشائر من قبل ما أدري إيش قد، يعني كان يفتح طرق ويتأذى من قبل الناس يعني في سبيل ينقذ الأبرياء. يعني الشيخ فارس وهو معروف بكل القبائل والعشائر الحمد لله والشكر،
وهو كان يوصينا والله دائما قاتلوا الخوارج الكفرة. والحمد لله سمعنا وصيته ومشينا وياه قاتلنا وحررنا وإن شاء الله النصر قريب قريب. مخيم ديبكا لإيواء النازحين، هنا كانت المفاجأة، المفاجأة التي واجهت كادر التصوير. فعندما حاولنا زيارة منزل الشيخ الشهيد وجدناه يقيم مع أولاده وأحفاده في هذا المخيم بين أبناء عشيرته ومنطقته، بعد أن نزحوا من قراهم التي استحلها تنظيم داعش. وبما أن القيادة والشجاعة لها رجالاتها، فإن يهيب شخص كل ما يملك لأجل تحرير أرضه من براثم الظلم هو قمة الشجاعة وقمة العطاء. وهنا فالحكاية لم تكتمل بعد. الشيخ الله يرحمه بدأ تشكيل الحشد، بدأ من الانطلاقة ماله، بدأ من الصفر، كله ياخذ دين، كله بدين، بيت هسه بيت ما عنده بيت، وهذا نشوف ماكو شيخ قاعد بمخيم، يمكن نشوفه الشيوخ كلها بالفنادق وبال شو اسمه بالبارقة بيوت قاعدة وعده بيوت وعده. فالشيخ حاله ماله كله على الحشد، ويدين وكمل الحشد من بندقية إلى سيارة إلى دوشكة، مشكلته كانت مهمته هو الحشد، وكمل الحمد لله واكب الحشد. والحشد الحشد شفتوه انتو بعينكم، انتو الموصلية واكبتوا المعارك وشفت الحشد شلون يقاتل قدام الجيش يفوت. طبعا انا قبل استشهاد الوالد الشيخ فارس عبد الله فارس، انا قال لي انت ادخل مع الجنود، ادخل مع ربعك ودير بالك على نفسك وعلى جماعتك، واريدك ترفع راسي. يعني هو والدي كان يعني بكل شغلة يكلفني، فأنا طبيت للقرية يعني قبل لا ندخل القرية لقانا الساتر مال داعش، فتحنا الساتر عبرنا اشتبكنا معهم، واحد من الجنود اللي معاي شوية أخذ زايد طقت علينا عبوة، صبنا بجروح خفيفة الحمد لله، رجعنا نغلى والجرح على الساتر الثاني مالنا. قلت من جيت لقيت ابويا قدامي صيح يونس خما بي شي، جماعتك خما بيهم شي، تلقانا يضحك يعني هو عفية ولدي عفية ابطال انتو. انا مرت اروح صريت ان ابقى، ابويا قال لا الا تروح الا، قلت له انا ابقى معك. بغيت الشيخ راد يدخل للقريه، قلت له ما تدخل انت، ادخل مع امر اللواء، كنا نطب سوا. هو أصر ألا يفوت على القرية يعني ما يقبل، يعني إحنا من فتح الساتر، هو الشيخ فتح الساتر بيده، حتى تعارك مع أبو البلدوزر قال له أنت جبان أنت ألا تفوت. فتنا أنا ويا بالقناص، قام يضربنا يضربنا يضربنا، ضربه اتصاب الشيخ وقع بالقاع، شلت بيدي أخويا كان معايا همينة وجماعتنا، شلناه يضحك يعني وبس قاعد يشي، قام يضحك قال والله طختني رصاص. بعدها شلناه بالإسعاف قبل لا نصل مستشفى مخمور شوي، الشيخ يعني يتشاهد ويوصينا يقول ولدي ولدي أريدكم إيد واحدة، أريدكم تكملون طريقي مثل ما حكيت لكم، قاتلوا ذول الخوارج اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أوصفهم بكلاب أهل النار، وأنتوا على حق وهم على باطل. كثير قام يحكي. بعدين نزلنا بالمستشفى، قام يشاهد ابتسم، والله ابتسم ابتسامة أخيرة. طبعا يعني الشيخ صار كل المستشفى يعني التموا على الشيخ، لأن الشيخ شعبيته الحمد لله قوية وكل الناس تحبه، بس تشاهد آخر شيء السلام رب الكريم. وأني أقول للأهل بالموصل والله الشيخ ما مات، احنا موجودين ونكمل طريقه إن شاء الله، والله واحد يسلمها الواحد إلى آخر طفل بينا إن شاء الله، إحنا بهذا الطريق وكل كل الإسلام يعرف إن هذا طريق الحق، والله نوعدهم ما نقف الآخر شبر بالعراق. يعني هذه وصية الشيخ وصية الإسلام. هاي السيارة مالت أبويا الشيخ فارس، يعني هذه أحلى ذكرى الله تدني مع يعني حررنا بها 4 قرى،
وحررنا بها 4 قرى يعني اساس يجينا دعم سيارات وما جتنا، وهذه السياره يعني طبينا بها حررنا 4 قرى والحمد لله رفعنا العلم العراقي بجنوب الموصل، وكما يعني وعد ابويا وعد اهلينا وانه هو يحررهم، والحمد لله ان شاء الله احنا راح نقضي بطريق ابويا واحنا نحرر جنوب الموصل ونحرر نينوى وكل شبر بارض العراق، وماشيين على مسير ابويا لو يبقى اخر واحد بينا يبقى قاتل داعش وصيته. كان يظل يعني يقول لنا يسولف لنا ان هذول الخوارج هذول داعش يعني قاتلوهم، والحمد لله اخر واحد بينا ان شاء الله راح يبقى قاتل داعش. وين بابا؟ ما راح شهيد. ايش كان يقول لك؟ كان يقول لي ابني دير بالك لا تخاف. عبودي حبيبي بابا وين؟ بابا استشهد. ايش كان يقول لك البابا؟ تاخذ بثار منه؟ بثار بابا. اي بثار بابا من منه؟ بابا؟ بثار الدواعش. ايش كان يقول لك؟ قال لي؟ ايه قلت له بابا لا تروح. كان يقول لعبودي اروح. قلت له لا تروح لا تروح. كان هو ما راح الحش. والقناة جاية براسه فاتت من ورا. ان شاء الله نحرر الموصل ونخسر الدواعش. ربما لن تكتمل حكاية اليوم بعد، ليس لأنها حكاية شهيد فقط، بل لأنها حكاية الشيخ الشهيد فارس السبعاوي. فهو قد بدأ الحكاية ووضع فصولها وتفاصيلها، ولكن لم يكن بإمكانه إلا أن يورثها لأولاده وربما أحفاده من بعدهم، لأن الشهداء لا يتأخرون أبدا. Just